رجعنا ضيوفنا الاعزاء، برنامج طبعا كرفان. عودناكم دائما نجيب ضيوف مميزين. معنا اليوم الاستاذ يزيد. اهلا وسهلا يزيد ابو الفلات. مرحبا ست ايه الخياط، مرحبا. ومعنا معتز طبعا، اهلا وسهلا فيكم. وبتنورونا طبعا، بتنوروا الاستوديو. معكم قص وعص. وقررنا نحن نستولي ونسيطر على هذا البرنامج. نعم. شو رايك نروح نحضر البرومو؟ يس بليز. نحضر برومو قص وعص، تابعونا. هذا عص او عصام، خبير العلاج الطبيعي نائل على هاي الشقه جديد. عص متجوز شيرين اللي بتسافر كتير عشان شغلها، وهو قاعد بالبيت. اللي اقنعه ينقل على العماره هو صاحبه الكوافير قص، اللي له صالون سيدات بنفس العماره. هاي اللي عم بتجره من دانه هي عبير، شريكته بالصالون اللي بتكره لما يتاخر على الدوام حتى لو ما في زباين. هذا عفت حارس العماره. وين راح؟ ينادي سليم صاحب العمارة المهووس بالتجارب الكيميائية. صحيح، عبير بتكون زوجة قص السابقة وبتكون أخت عص. بالضبط، عمارة غريبة عجيبة. هذا الشاب من سكان العمارة بس عنده مشكلة صحية، وهذا الثاني اسمه خميس جمعة وعنده مشاكل نفسية كتيرة. مواقف غريبة دايما بتصير مع قص وعص. يوم الأربعاء الساعة 9:30 المساء رح نكون مع موعد مهم جدا على شاشتنا، شاشة رؤية، وهي أولى حلقات المسلسل الأردني المميز من نوعه قص وعص. ومين أحسن من قص وعص شخصيا لحتى رح يكوننا عن هالمسلسل؟ منورينا اليوم بالاستوديو. خلي منورين وجودكم. أنتم منورين. قص يعني من الاسم، أنت حلاق. سوري. كوافير. كوافير. ستايلست. فاشينيست. مجمل. مجمل. شكرا شكرا. ولو ولو. آية على فكرة. ايش بدها مشعرات؟ تمام تمام. بس بكره مري لي. مري لك ايش رح تعملي فيهم؟ بفاجئك. رح تفاجئني. اوكي. تحكي لنا اكثر عن شخصيتك قص. قص هو شخص الله يخليه طبعا يحفظه، شخص عفوي، شخص بحب الحياة، شخص متفائل جدا، كل شيء بحياته حلو وممتع ولازم يكون ممتع، إذا ما كانش ممتع ما بده يعيش هذه اللحظة. حلو. ومتجوز، كان متجوز. حلو. أخت عص. أخته. وطلقته. خلعته. بس ضلوا شركة طبعا. طب عص، انت تخصصك مجال العلاج الطبيعي. نعم. ايش اللي خلاك تختار هذا المجال؟ للمسلسل يعني. صراحة لانه كتير ممكن شغلات تضحك تصير لما الواحد يروح عند اخصائي علاج طبيعي، والنوعية الناس اللي بيروحوا يعني كتير بيضحك، في كوميدي كتير هناك. وحبيت انه شخصيته هو اصلا، هذا عاص هو انسان كثير مسرسب وهيك، كثير كل شيء مسرسب. اسمها مسرسب. انت يعني شخص مسرسب. انا لا، مش شخص مسرسب. هلا وسام ولا عاص؟ بس عاص. عاص شخص مسرسب جدا، كثير يعني يعني بينظف الطاوله وهيك، وكثير مسرسب كثير زياده. عاص، شو علاقتك بقص؟ صاحبي، بيكون ماي فريند يعني. وايش هيك غششنا شويه نهفات، يعني ايش بصير بيناتكم؟ يعني هيك غششونا شوي، يعني مش عارف يعني هو اظن بتكفي انه 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 انا بكون اكستي الزوجه السابقه بتكون اخته، فهي بحد ذاتها هي علاقه غريبه عجيبه بين هذول الاثنين. وهم بيعيشوا حياتهم بالضبط عكس بعض. هذا شخص منظم كثير، والثاني شخص عفوي جدا وهيك على السبهله اللي عايشين. كل واحد له لايف ستايل تبعه، كل واحد له حياته، طريقه حياه معينه، ودائما بتصادموا، دائما بتصادموا، دائما ما بيتفقوا. طب يعني زي ما شفنا بالبرومو، البنايه والجيران كلهم قصه لحالهم. احكوا لنا عنهم. احكوا لنا عنهم. تسمح لي؟ تفضل تفضل. لا والله شخصيه قصه عاص. والله شوفي، اكثر شيء نحن حبيناه شخصيا بالموضوع هذا، بهذا المسلسل،
كميه الممثلين وكميه الناس اللي كانوا بالطاقم، سواء الطاقم اللي اشتغل ورا الكاميرات ولا الطاقم اللي كان قدام الكاميرات كممثلين وهيك. تشكيل كثير كبير من الممثلين المحليين، من الكوميديانز اللي المعروفين على اليوتيوب واللي حتى الموجودين على التلفزيون استعنا فيهم، حتى في استاذ اشرف العوضي. اشرف العوضي قصه يعني، كنا نحضره واحنا صغار، كنا رائع استاذ يعني. فاتصلنا فيه وحكينا له على المشروع هذا لما فتره الكتابه، وكثير تحمس واجا وشارك وكان فظيع. شارك كان فزيع. جزء بالتمثيل بكم حلقه، وكان هو المخرج للمسلسل.